في جولتنا الاقتصاديه، وصلت مؤشرات البورصه صعودها جماعيا في منتصف التعاملات، ما جاء بدعم من مشتريات اجنبيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع، وبنحو 71% زاد المؤشر الرئيس اي جي اكس 30 في اول 90 دقيقه من الجلسه، وبنسبه مقاربه لنصف النقطه المئويه. ارتفع ايضا مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيره والمتوسطه. اما مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا فربح بنسبه بلغت 54%. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعه ينضم الينا مباشره من مقر البورصه المصريه مينا بشرى مراسل اون لايف. مينا، مؤشرات السوق اذا ارتفعت جماعيا في اول 90 دقيقه وبدعم من مشتريات الاجانب كما اشرنا. حاليا ما قراءتكم بعد مرور اكثر من ساعتين لحاله السوق؟ مساء الخير سيد. بالفعل مؤشرات البورصة المصرية مستقرة داخل المنطقة الخضراء منذ مستهل التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم، آخر تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بعد جلستين متتاليتين من التراجع الجماعي. عودة المؤشرات مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء جاء بدعم من القوى الشرائية المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وأيضا الأداء الجيد للأسهم القيادية كان عامل دعم لتحول المؤشرات نحو المنطقة الخضراء، وخاصة المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 الذي ارتفع بمقدار 80% خلال منتصف التعاملات، ليصل المؤشر الى مستوى 13423 نقطة حتى هذه اللحظة. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني، ونتيجة لتحول العمليات من جانب صغار المتعاملين إلى العمليات الشرائية بعد أن شاهدنا جلستين متتاليتين من العمليات البيعية من جانب صغار المتعاملين، أدى هذا التحول إلى تحول المؤشر السبعيني مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء بنسبة صعود وصلت إلى 47%، ومسجلا 690 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع ايضا بمقدار 59%، ومسجلا 1566 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم. نتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة خلال النصف الأول من تعاملات اليوم، فقد ربحت الأسهم حتى هذه اللحظة قرابة 3,700,000,000 جنيه. أخيرا بالنسبة لمستوى السيولة خلال النصف الأول من التعاملات، فقد وصل إلى مستوى 768,240,000 جنيه، وزل عفوا إلى 768,240,000 جنيه، وزلت من خلال التداول على 280,138,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها بما يزيد عن 12,000 عملية. ربما هناك قطاعات أيضا تعتبر قطاعات ناشطة في تداولات الجلسة، ما هي أهمها على سبيل المثال؟ نعم سيد، بالفعل يعني معظم القطاعات استقر داخل المنطقة الخضراء اليوم نتيجة لعودة جميع المؤشرات مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، فهناك عدد من القطاعات بيشهد ارتفاعا واستقرارا داخل المنطقة الخضراء. ولكن إذا تحدثنا عن أنشط القطاعات خلال النصف الأول من التعاملات، جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع العقارات، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك، وذلك من حيث أنشطهم حتى هذه اللحظة وخلال النصف الأول من تعاملات جلسة آخر تداولات هذا الأسبوع. شكرا مينا بشرى مراسل أون لايف من البورصة المصرية. أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عن تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفيتنام، وكذلك الاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التي أعطت زخما كبيرا يشجع على دفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات. أكدت الوزيرة تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة وفتح المجال أمام الاستثمارات والخبرات الفيتنامية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر. قال المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال الملتقى الصيني المصري لترويج الاستثمار والتجارة
قال إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين قوية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 11 مليار دولار خلال عام 2016. أعطي لمحة عن العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والصين. كما ذكرنا، الصين حاليا هي الشريك الرئيسي من ناحية حجم التبادل التجاري مع مصر. حجم التبادل التجاري حاليا في 2016 كان في حدود 11 مليار دولار. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء بحري محفوظ عبد الرحمن وساو جانجلين ممثل شركة جوشي الصينية على عقد توسعات شركة جوشي مصر بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وبتكلفة استثمارية بلغت 60 مليون دولار على مساحة 90 ألف متر. جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار المصري الصيني الذي عقد مساء أمس بمدينة يانشوان بمقاطعة نينشيا وبحضور وزير التجارة والصناعة.